رمضان مبروك، رمضان كبرك، ربنا يتقبل، صيام مقبول، على أمة محمد، آمين. رمضان لمتنا وفيه حكايتنا، حكاية العمر والسنين، حكاية الناس الطيبين، على زمان ولا توا، الخير ما زال في الناس، أشكال والوان، التسامح صفة المؤمنين، والخير ليوم الدين، نبو صفحة جديدة، هو تاريخ اليوم، سامحوا بعضنا ونرجعوا أخوة ملتمين، والسلام رايتنا دوم التحدين، نبنوا بلادنا على خاطر صغارنا، ونحلوا باب الود بين أهلنا وناسنا. يا رب لم شملنا ووحد كلمتنا بغربها وشرقها وجنوبها، وعلى الخير ملتمين. يا الله قول يا أمين ومن يسمعنا آمين. رمضان مبروك، رمضان كبرك. عييت يا بريكة وفديت من الخدمة عند الناس. غير كيف عييت وانت بصحتك الله يبارك يا حاج. بصحتي هيه، ما قلنا شيء، قلت لك عييت وفديت من الخدمة عند الناس. باهي، والحل كانك عييت وفديت، مين بيعطيك الفلوس يوقف معاك في هالوقت هذا؟ ايه انا نبي ندير مشاريع ونكون انا مسؤول عليه. مشروع؟ مش يبي راس ماله؟ يبي راس ماله ورجال. باهي، ومنين يا حسرة بتجيبه وانت معاشك ينزل بعد شهرين بطلع الروح؟ ايه، وانا هذا كل اللي مخليني مفكر في مشروع يناسبني ويريح لي بالي. وخير الراجل اللي تخدم عنده، راجل محترم ويساعد فيك، وحتى معاملته كويسة. اللي مصبرني معاملته الكويسة كان هذا شم قعدني اصلا. واهو شباب وناس زيك تخدم وماشية امورها، يا سلام عليها. ايه، انا اكتر شيء نرفز فيه نلقى شباب صغير يخدم ومول المول يقعد يكشخ عليه ويخصم له ومش مساعده حتى بشكرا. الدين معامله يا حاج، والاحترام اساس الحياه. وخيرها فلان يكشخ ويعيط يحسبها دايمه، ما دايم كان وجه ربي يا بركه. ايه، لما يعيش الانسان بحر ماله يعيش حر، وما فيش ولا واحد يقول له كيف وعلاش. باهي، واللي ما عندهش حر ماله يقصبوه ويقولوا له هذا مكانك. ايه يا بريكة، الطموح كبير والشغل جهد كبير، اتعب وساعات تمشي على الفاضي. باهي، مش هذا من اساسيات العمل اللي متفق عليها؟ ايه، متفق على التعب، وجيبوا هاد وارفعوا خود وصبح وليل. وشين مصبرة؟ مصبراته الايام الحلوة. تي ما هو قلنا لك ما عندهش، كيف كان هذا راهو عاش بحر ماله. والسبب؟ في نوعية من الناس لما تلقاك فاشل تنجحك، وفي منها تلقاك ناجح تحاربك وتنطرك. ويجي منها الكلام يا حاج. يصير، واكبر يصير لما يبدا صاحب رزق مهما حد كان ربحه ونسبته. وباهي الناس اللي تخدم عنده يشوف فيهم ماكينه، يوم تفسد وما يبداش ليه لازمه يبدله. وهذا مش قطع رزاق، قطع عناق. والحل يا حاج؟ الحل عند صاحب المحل لما يبدا واعي ويخاف ربي، الناس اللي تعبت معاه وصلاته وما ياكلش حقهم، ويوقف معاهم ويساعدهم في كل شيء، عاملهم صح يحبوه، تاكل حقهم صدقني يكرهوك. ايه، الدنيا ما توقف عليه حد. رمضان مبروك، رمضان كبرك، ربنا يتقبل، صيام مقبول، على أمة محمد، آمين. رمضان لمتنا وفيه حكايتنا، حكاية العمر والسنين، حكاية الناس الطيبين، على زمان ولا توا، الخير ما زال في الناس، أشكال والوان، التسامح صفة المؤمنين، والخير ليوم الدين، نبوا صفحة جديدة، هو تاريخ اليوم، سامحوا بعضنا ونرجعوا أخوة ملتمين، والسلام رايتنا دوم التحدين، نبنوا بلادنا على خاطر صغارنا، ونحلوا باب الود بين أهلنا وناسنا. يا رب لم شملنا ووحد كلمتنا بغربها وشرقها وجنوبها، وعلى الخير ملتمين. يا الله قول يا أمين ومن يسمعنا آمين. رمضان مبروك، رمضان كبرك.